إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام على أشرف المرسلين. الأستاذ العزيز رئيس مجلس إدارة نادي الصقر الأستاذ شوقي احمد هائل سعيد، الأخوة أعضاء الجمعية العمومية نادي الصقر، أشكر تفاعلكم مع ناديكم نادي الصقر، وإنما يجسد هذا التلاحم بين الإدارة والجمعية العمومية. ولن أطيل عليكم وأقول أهلا وسهلا بكم وأهلا بالأستاذ شوقي احمد هايل. إن ما حدث في مباراة شعب حضرموت والصقر الجمعة قبل الماضية ليس الغرض منها هو البحث عن ثلاث نقاط نبحث عنها بقرار، وإنما الغرض هو إرساء مبادئ والحرص من إدارة نادي الصقر، ليس في هذا العهد فقط ولكن منذ تأسيس هذا النادي ورجالات الصقر الذين أسسوه دائما يكون لهم الكلمة الحقيقية في تطوير مستوى الرياضة. ولهذا أيها الإخوة إذا ما نظرنا حولنا وطفنا في كل ربوع هذا الوطن ستجدون أن نادي الصقر مر بظروف صعبة، لكن بأعضائه ومؤسسيه ورجاله الأوفياء أوصلوا هذا النادي إلى ما نحن عليه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والمرسلين. الأخوة الهيئة التأسيسية لنادي الصقر، الأخوة أعضاء الجمعية العمومية، الأخوة اللاعبين، الأخ مدير عام مكتب الشباب والرياضة، الأخوة أعضاء مجلس إدارة النادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوات أيضا حاضرات اليوم، أسعدكم بالخير صباحا وفي هذا اللقاء استثنائي للجمعية العمومية لنادي الصقر الرياضي لمناقشة موضوع نتيجة مباراة حساب نتيجة مباراة شعب حضرموت مع نادي الصقر وقرار لجنة المسابقات باعتبار نادي الصقر مهزوما 3-0 الاستماع لأعضاء الجمعية العمومية ورأيهم في هذا الموضوع، هل ننسحب أم نواصل لعبنا في الدوري ونستكمل إجراءاتنا فيما يخص الالتماس والرفع لرئاسة الاتحاد أو الاتحاد الآسيوي ونستنفذ كل ما نستطيع بحسب القانون الاتحاد اليمني أو القانون الاتحاد الآسيوي. واستمعت للاخوان اللي تحدثوا واشكر كل الذين شاركوا في هذا اللقاء والذين طرحوا مداخلاتهم، لكن اسال نفسي السؤال اولا، يعني هي رساله اولا نوجهها للاخوان في اتحاد كره القدم اليمني بدعم الاخ الشيخ عزيز الشيخ محمد العيسي الذي علم انه مشغول الايام هذه باعمال كثيره مرتبطه بالاتحاد مرتبطه المحافظة الجنوبية وأيضا مع الوضع العام في الوطن، لكن أقول له رسالة واضحة من نادي الصقر الرياضي: يا شيخ أحمد العيسي انتخبناك رئيسا للاتحاد، وتعلم أن نادي الصقر قد وقف معك ودعمك في انتخابات السابقة وكان داعما لك ولمجلس إدارة الاتحاد في الانتخابات السابقة، نرجو أن تأخذ في الاعتبار إن كنت لا تدري أن من يدير الاتحاد وللأسف الشديد كانوا نوابا أو لجنة مسابقات ينتمون إلى محافظة عزيزة علينا وهي محافظة الحديدة، وأعتقد أنه من غير المعقول أن يكون الرئيس ونائب الرئيس ورئيس لجنة المسابقات والكثير من الموجودين في لجان المسابقات ينتمون إلى محافظة واحدة، حتى أمام العالم الخارجي إن ما كانش العالم المحلي أو اليمني. عيب عليه. هل لا توجد أندية في الحديدة؟ نحن نعلم أن نادي الهلال لا ينافس على بطولة الدوري، ونعلم أن نادي الهلال والأسمشد هو نادي متميز ونادي قدير ونادي بطل من أبطال الدوري في السنوات السابقة، قادر على أن ينافس، لكن ربما هي لعنة، لا نقول لعنة منه، نتائجه هي بسبب لعنة يجب عليهم أن يداركوها، لن يفيدهم أن يكون لهم تواجد هذا في هذه لقاء المسابقة. أقول على الأخ باشنفر والأخ الدكتور أبو غالب اللي استمعت عليه بالتلفزيون، يا شيخ اتق الله، راجع نفسك، راجع نفسك، لن نسمح، لن نسمح لأي لاعب من لاعبي نادي الصقر، لاعبين أو إداريين أو مدرب أن يتعرض لأي انتهاك أو أي اعتداء حتى لو خسر الدوري بكل ما يقدم. واللجنة العليا في الاتحاد، وإذا اضطرينا الأمس يسافر الأخ رئيس الأخ وزير الأخ زيد النهاري، مثلا الشعب وزير زيد النهاري إلى ماليزيا مع الأخ السفير اليمني في ماليزيا ويرفع القضية للاتحاد الأسيوي، سنتابع إلى آخر لحظة، والعلمكم لا نريد 3 نقاط، نريد مباراة تعاد مباراة، لا نريد أن أحصل على الكسب. الحاجة الثالثة ما يخص اتحاد كرة القدم. كنا للأسف الشديد في السنوات السابقة في كل الانتخابات السابقة ننفع بمرشحين. وكنت في أحد المرات في أحد المسابقات في أحد الانتخابات السابقة أفكر بالترشيح نفسي لاتحاد كرة القدم. وقالوا لا والله نعطي فرصة لسين صار. قلنا خلاص خلينا نركز على نادي الصقر. نبني من تحت. مش انه اتحاد كرة القدم صعب كان يفوز بأعضاء مجلس الإدارة او حتى نفوز برئاسة اتحاد كرة القدم، لا والله نقدر نفوز فيها. لو نجتهد نفوز فيها. اقولها اليوم رسالة واضحة مع زيد النهاري ونحن نطرحها كأعضاء جميع المؤمنين. أحد أهدافنا الرئيسية للمرحلة القادمة يجب أن يكون نادي الصقر أو من أبناء محافظة تعز. المكان أعضاء فعالين يجب أن يكون الرئيس القادم لاتحاد كرة القدم من محافظة تعز. ليس لسبب تعصب ولا مناطقي ولا في السورة التي يقولوها. نحن في نادي الصقر وبإجماع الكثير من الناس أسسنا نادي مثالي، قاعدة إدارية متميزة، جمعية عمومية متميزة، ألعاب نديرها باحترام متميز تحقق نتائج في جميع السنوات في كل مسابقاتنا الرياضية في كل الألعاب اللي نلعبها. إن ما كناش الأوائل فنحن أحد الفرق في المراكز 3 الأولى في كل المسابقات وبدون استثناء. وهذا يدل على أن هناك إدارة متميزة يقودها أخ عزيز نائب رئيس النادي الأخ رياض الحلوي عنده جميع الصلاحيات ويمثل رئيس النادي بكل ما يقوله. والذين يتفلسفون قالوا رياض الحلوي قال أمس استغربت على الكلام اللي سمعته عن نادي الهلال، صح أنه ما نادي الهلال؟ ايش اللي يقول لكم؟ لا أنتم منافسين لنا، أنتم في عالم ونحن في عالم، كم زمان المنافسة؟ ما قالوش الأخ رياض الحلوي حاجة ولا تكلم عليكم ولا اللي قالوا تكلم على شعب حضرموت. من حقه كنائب رئيس نادي يقول اللي يقوله، لكن لم يذكركم. راجعوا ممثلينكم في اتحاد كرة القدم بس، وإن اعتقدوا للأخ رياض الكلام اللي قالوا كان موجه لكم، فما يقول الأخ رياض هو يتحدث باسم نادي الصقر باسم رئيس مجلس نادي الصقر. الموضوع الذي أحب أطرحه أيضا في الأخير، يعني أنا الإخوان في منتديات الصقر، نحن في هذه المرحلة في تعز وفي نادي الصقر الدرجة الأساسية في أمس الحاجة إلى التماسك، والتماسك ما بيننا البين، ونبطل القيل والقال والحديث عن المدرب الكابتن إبراهيم يوسف. مرحب به وأشكر على كل الجهود المبذولة لها وعلى حسن ثقة مجلس إدارة النادي وهو مدرب النادي. لا نحمله أكثر مما يستطيع. يعاني ويعاني، ولا يجب أن نتمسك نحن كمتفرجين. لو كان نزل اللاعب شيء كانت النتيجة ستتحقق، لو كان نزل صار كانت ستتحقق. اللي ما يعرف بالمدخلات والمخرجات المباريات وإمكانية اللاعبين، وضع اللاعبين قبل المباراة بيوم، قبل المباراة بيومين، قبل المباراة بأسبوع على التدريب، مش وقت الكلام. يجب أن نتماسك بجمال داخلية. ولاحظ أحيانا بعض التصريحات وبعض الكلام اللي يطرح في منتدى الصقر، يجب أن يكون منتدى الصقر الانتقادات في انتقادات تفيد إدارة النادي، تفيد المدرب، لكن لا تنتقد إلى درجة أنها تصل إلى اللاعبين أو إلى المدرب تصيبهم بالإحباط. يجب أن نتماسك ونفرق عندنا جبهة داخلية، ننتقد بعضنا البعض، نعرف كيف ننتقد بعضنا البعض. مش يا كابتن إبراهيم لولا دعوة الوالدين ما كنتش مباراة، لولا مش عارف إيش، يعني كلام استحي وأنا أقرأ. ولعلمكم أنا أثناء المباراة ما أتابعش شوقي يوسف ولا احمد البوكس ولا زيد النهاري ولا يتصلوا بي واحمد العيسي عشان مباراة. أنا أتابع المنتدى دقيقة بدقيقة، أتابعهم من تلفوني، بس أحيانا ما يعجبنيش الكلام اللي يقال، لأنه يقرأوا الغير، مش إحنا نقرأوا إحنا مفتوح العالم كله، معناته إنه في شرح داخل الجبهة الداخلية. يجب أن نتماسك كمنتدى، يجب أن نتماسك كأعضاء ينعملوا في المرحلة هذه، يجب أن نكون كلنا صقور جارحة وقوة متماسكة في هذه المرحلة. الدوري دورنا، وسنفوز بالدوري إن شاء الله. مش أول مرة نصاب بهذا الإحباط، هبطنا للدرجة الثانية باختيار، واستفدنا من هبوطنا، ورجعنا أكبر قوة وأكثر قوة ما كنا عليها. العام الماضي ضربنا كل الارقام القياسيه في اليمن. يحاولوا يعاقبونا، يحاولوا يعني يستفزونا. انا بالفعل قلت لعبتكم هنا وانا اشتي انسحاب. قد اتعودت على الانسحاب. لكن بعد نتيجه مباراه امس، متابعه مباراه امس ولعبوا 11 لاعب واثنين ثلاثه احتياط بهذا الهمه وهذا النشاط. لا والله سنستمر وسنثبت للجميع انا قادر على اخذ هو الدوري بعد. أشكر أخو مدرب النادي، أشكر الأخوة اللاعبين في كرة القدم الرجال الأوفياء، ويجب أن تعلموا بأننا سنحافظ عليكم على كل فرق النادي. يهمنا في الأخير سلامتكم، وأما المسابقات فأضواء المسابقات. آخر الكلام اللي طرحها قبل واحد عتيق والأخ سمو الكابتن عتيق أيضا العتيق. اللاعبين والمدرب خلوكم بعيد من هذا الهم، هذه مسؤوليتنا احنا، ونستكمل قراءتنا، لا تهمنا 3 نقاط ولا تهمنا 6 نقاط. سبحان الله، كان يعني لازم الفريق يقترص القرصه هذه عشان تتحقق النتيجه. النتائج المتميزه كويس، قرصه مليحه، نعتبرها قرصه حميده يعني ماش سيئه بالدرجه. 3 مباريات فوز متواصل وخارج منها خارج المحافظه، برضه متميز جدا. أنا أشكركم جميعا على هذا الكلام، وأشكر أيضا في الأخير أشكر الأخ المدرب النادي الكابتن إبراهيم. أشكرك يا كابتن إبراهيم أنك في هذا العام ساعدتنا كثير في علاج اللاعبين. كنا نتعب كثير في علاج اللاعبين، نرسلهم إلى مصر أو الأردن أو أي مكان وما يعودوش مباراة إلا بعد أشهر. لكن من خلال المعاملة اللي تعامل فيها الأخ كابتن إبراهيم وعلاقته أيضا في بلده في مصر، استطاع أن نرسل لاعبين ونبهجهم ونعدهم للعب في أسرع وقت ممكن. أشكره وأشكر الهيلي دائما، أشكر الأخ جابر الخلوي على متابعته واهتمامه لهذا النادي. أشكر أعضاء الهيلي مجلس إدارة النادي، أشكركم كأعضاء برنامج أنكم كنتم عند حسن ظني فيكم، عند حسن ظن أبناء النادي، وأشكر الإعلاميين الحاضرين جميعا. وأقول في الأخير نحن في انتظار الدورة القادمة من انتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم، ولكل حدث حديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.